بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جيت الحين صار لي شهرين المستشفى أيور جاردن عند الطاقم الموجودين كامل من الدكاترة والممرضين، أول شيء عن يعني أسلوبهم تعاملهم على خدمتهم. صراحة أنا جيت كان أبوي ما يتحرك بالمرة، طبعا الجهة اليسار كامل مصاب بجلطة ما يتحرك بالمرة، والحمد لله بفضل الله يعني بعد التوجيهات وعلى المدربين، طبعا مدرب بيتر ومدرب محمد جرير والله اشكرهم جزيل الشكر. بعد الله استفدت ما يقارب 40% واكثر شوي من قبل لا اجي، وانا ما كملت شهرين ويبيلي مدة اكثر. فضل الله يعني تحسن الامور واجد، كان ما يتحرك بالمرة والحين صار يرفع يده ويرفع رجله، يعني صار تغير. يعني لو اقدر اجلس الشهرين بعد ان شاء الله ارجع يمشي باذن الله. واشكركم جزيل الشكر على تعاملكم معنا، والله يسلمكم ويجزاكم بالخير. ضيف الله فرايح الشمري.